معانا سؤال تاني، بعاني من مشكلة جفاف العين، ايه اسبابه وايه هي طرق علاجه؟ جفاف العين زي ما قلنا قبل كده في حلقات سابقة ان مشكلة جفاف العين ان ممكن الانسان يكون عنده تحسس دائم او عنده مشاكل في جفون العين. اوكي، فلازم نعالج المشكله الاساسيه. لو عنده تحسس بنعالج التحسس، لو عنده مشكله في جفون العين بندي علاج لجفون العين. لو عمل الكلام ده كله المفروض العيون ترجع لطبيعتها خالص. أوكي. العلاج الامثل قطرات، قطره مرطب، نعالج الاول المشكله الاساسيه سواء الحساسيه او التهابات الجفن، ثم ندي قطرات مرطبه. او الحاله مستمره بصوره زياده ساعات ممكن نعمل قفل للسدادات العين. يعني سدادات الجفون فيها زي فتحات بتسرب الدموع للحلق، عشان كده بعض الناس يقول لك ما بحط قطره بحسها في الحلق يا دكتور احمد. لان في مصارف من الجفون الى الحلق. ايوه، انا لما بحط قطره يعني العلاقه العلاقه في فتحه في فتحه في فتحه، فالفتحات دي ممكن نحط فيها سداده تخلي الدموع الطبيعيه زياده. انا بقولها بطريقه بسيطه، لو انت عندك حوض والحوض ده بينقط بس نقط بسيطه جدا، والحوض ده ليه فتحتين، فانت اي نقطه بتروح بتمشي، فانا بسد فتحه منهم عشان تبقى الطبقه الدمعيه اكتر شويه. ولكن ما جريش على دكتور الصيدلي، مع احترامي طبعا لكل دكاتره الصيدله، ولكن اللي هي القطرات يقول لك انت عندك جفاف العين، طب امشي بقى بالقطره اللي هي مرطبه للعين. هيفضل ماشي عليها على طول، ما لازم نعرف سبب، ما في سبب لازم اعالجه. صح، يا اما عنده حساسيه دائمه ياخد علاج نخففها خالص، يا اما عنده مشكله في الجفون نعالجها بمنتهى البساطه. عشان كمان ممكن الجفاف ده يعمل لك مشكله ما يعني ما هقولها ازاي، يعني ما افضلش ادور على العرض، انا دايما بقولها واسيب المرض. لا لا، يعني هخفف العرض ولكن ممكن يكون في حاجه جوه جفاف العين ده، هو اكيد فيما بعد هتعمل لك مشكله تانية. مظبوط.